ليلة القيامة
القرآن مستفز. الله يساعد الفاقد أبوها جرحي لبنية بزوغ رحام وسهل عم وفاق الأبوة ينحبل عم وفاق الأبوة أردك اللي بابا يوجد الحبل بابا يا ابن الحبيب وش كثر عندي حجيج مويه اكثر حالي خوف الاب هذا غاب عن بنيته يوم يومين ورجعت ظل البنت تشتكي تشتكي الى بابا رحنا كلا مكان سيرنا كلا مكان مشينا كلا مكان بابا ذاك هضمني ذاك ضربني ذاك جرحي لبنية بزغر حموسه عم وفراقي لبوه ما لحظة أحسس
الحجاج والمسروق هو اللي يأذن عندك. قال لا يا ابويا يا علي، اسمع اخر صوت، صوت رسول الله، اخر صوت تسمعه هو صوت رسول الله، صوت علي الاكبر. قال ابويا اذن، يقول علي الاكبر ودفت قدمت اذن، خلي بالك ورقيه وين قاعده حجر الحسين. صح علي الاكبر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشرف الحسين. قال له ابويا علي اطل اطل في الاذان، اطل في الاذان. يقول قال لي مد حسن الصوت، يقول انا حسنت الصوت، مديت الاذان كملت. قلت له ليش ابويا ما مرت ما كمل؟ قال لي ابويا علي مو قاعده بحضر واشوفها اني اللاعبي واشتاقت فيها، بدك تطول حتى اضوي من انت لحظاتها.